يا توتة الدار. أمي توفت هون واندفنت هون في أمريكا، يعني هذا الشيء الوحيد اللي بحس في قلبي. أنا بعرف اليهودي اللي بتوفى هون بسمحوا له يندفن بفلسطين، الفلسطيني اللي بتوفى هون ما بسمحوا له يندفن بفلسطين. أبوي توفى بلبنان، أمي توفت هون، خالي توفى بكندا، أخوي أصغر واحد فينا برضه توفى هون. فالواحد بحس حاله حتى مش توزع بحياته، توزع في مماته بنفس الوقت. وهذا الشيء الحقيقة بخلي الواحد يضله مقهور. صبرك عالزمان انجار، لا بد من عود مهما طول المشوار. يا ضيابة يا ضيابة يا ضيابة. أنا اسمي ليلى أسعد سابع، أنا من مواليد القدس. انولدت في ضاحية شنلر، الضاحية اللي بنى أبوي فيها بيته حجر حجر، وهو تربى يتيم لأنه فقد أبوه وأمه في الحرب العالمية الأولى، وتربى بدار الأيتام اللي اسمها شنلر. وصفى بالنهاية إنه بنى بيته هناك حجر حجر. الوالد حب يكون إنه نسكن في منطقة عربية، وأجر بيته وملكه وتركنا وسكننا في بيت بضاحية البقعة تحته. كنا قراب على الجيرمن كولوني، ولفوق شوي الأطمون. بما انه هو كمان كان معلم، كان معلم رياضيات وعلوم طبيعيه، فطبق علينا كل التعاليم اللي نشا عليها في دار الايتام هذه. ومن جمله الاشياء اللي كنا نسويها كانت تبعتنا الماما على البريه عشان نلقط لها بابونج، ونلقط لها نعنع، ونلقط قرن الغزال، ونلقط البنفسجي البري. كانت حياتنا كتير كتير حلوه. على عيد الميلاد كان في شجره قدام البيت بمدخل البيت، شجره ثروه. فكان أبوي بالليل ليلة عيد الميلاد يروح يقص غروف منها ويكون شجرة كاملة ويرتب لنا إياها، ويكون تحت الشجرة هدية لكل واحد، هدية واحدة، مش عم بيصير زي ما بيصير الأيام هذه مليون هدية تحت الشجرة، هدية واحدة لكل واحد. إن في الصبح تكون الشجرة حاضرة، وكان الإضاءة كانت بشمع مش بإضاءة كهربائية، كانوا يستعملوا كليبات خصوصي ويحطوا عليها الشمع. وكنا بصفية، بما إنه دار جدي كانوا ساكنين بيافا بالعجمة، كنا بصفية ننزل على يافا عند دار جدي، وأول ما نوصل نشلح السرامي وركض على البحر، ركض على البحر. وبتذكر أنا الدرج اللي كنا ننزل له لشط البحر كان درج عريض، نط من 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 درجة لدرجة لدرجة. حياتنا كانت كتير حلوة الحقيقة، كتير حلوة. طبعا احنا تربينا تربية الحقيقة تربية أسرة مكونة من 6 أطفال، 5 بنات وولد، وطبعا أمي وأبوي. أمي كانت مسؤولة عن البيت طبعا، من تفاصيل هو خياطة ولا تتريز ولا شغل صوف ولا تعليم ولا اللي تنشأ عليه أي أسرة فلسطينية في البلاد. جنينة كبيرة كان عنا، وكان فيها عريشة عليها عناب. كان أبوي كتير كتير من النوع اللي بيحب الزراعة، كان يزرع بتنجان، كان عنا زهور. وأنا بتذكر كطفلة كان عنا جيران أسلام مربيين أرنب، مش أرنب، خروف. كنت أنا برا بالحكورة ولحقني، ركضت على البيت. شو بدي أقول لك؟ ركضت على البيت، باب الجنينة كان مقفول، وتشعبطت عليه شخيت تحتي. ما بعرف إذا بدك تضيفي هاي القصة ولا لا، بس على كل حال ضحكتك. هل قد خفت؟ نطحني الخروف هذا، وهذا اللي صار فيي. يعني من الذكريات اللي عندي على كل حال، شو بدي أقول لك؟
حياتنا كانت حلوة، كانت هادية ورايقة، وكلنا كنا مرتبين ومنظمين وما في أي تعكير علينا. كنا بأحلى حياة وأحلى عيشة الحقيقة، أحلى حياة وأحلى عيشة. طبعاً لسه كنا إحنا تحت الانتداب البريطاني، والإنجليز كانوا مع اليهود أكتر، كانوا يسمحوا لهم يتسلحوا، إحنا ما كانوا يسمحوا لنا نتسلح. أنا اللي بتذكره إنه عمي كان عنده فرد، بس ما كان عنده رصاص يقدر يستعمل الفرد لو حاول يدافع عن حاله. وأبوي نفس الشيء، أبوي نفس الشيء، يعني يمكن بلطة سكينة، هذا الشيء الوحيد اللي كنا بنقدر ندافع فيه عنه. فكان رصاص عماله بنهال علينا من الأطمون، لأنه اليهود كانوا محتلين المنطقة هذه، فكنا الحقيقة تارجت لهال الرصاص اللي كان يجينا. الوالد الظهير كان عنده رصاص، فبعد كنا قراب على دار عمي، ما كناش بعاد، دار عمي كانوا ساكنين بالجيرمن كولوني، وكنا نروح لهم مشي. حتى الماما كانت تبعت لنا نروح على شو اسمه دكان سبينيز عشان نجيب لها الأغراض اللي بدها إياها، أنا وأختي الكبيرة. أنا الثانية في البيت ومي هي الأكبر. فبعتها الوالد، كان عنده مجموعة رصاصات، قالها خدي هدول وديهم لعمك، وإذا حد زقطك بالطريق وقال لك ايش هذا اللي بجيبتك من، بدك تقولي لهم انك لقيتيهم بالشارع، ما تقولي لهم انك انت ماخداهم لدار عمك، عشان ما يروحوا لدار عمك وياخدوا منه. كانوا الحقيقه يعملوا علينا شو اسمه، يجي تفتيش عشان يجوا يشوفوا اذا في عندنا سلاح او ما عندناش سلاح. اليهود كانوا طبعا في underground، كانوا يقولوا لهم الهجنة والسترن وما بعرف ايش اسميهم، كانوا مسلحين كلياتهم. الفلسطيني ما كان يقدر يتسلح، الفلسطيني كان يدافع بجسمه. وزي ما قلت لك، هاي ابن عمان اللي باعت البقرة تبعتها عشان تشتري بارودة، وما بعرف كيف قدرت تشتري بارودة الحقيقة. بيعت الحليب، كانت فلاحة تيجينا كل يوم يجيب لنا الحليب. طبعا الحليب كان يجي طازة، بتيجي نهار عند الماما بتقولها قالت لها يا ام جورج انا خلص مش حقدر اجي ابيعك اجيب لك الحليب. قالت لها ليش؟ قالت لها لاني انا بعت البقرة واشتريت برودة، بعت البقرة واشتريت برودة، انا بدي ادافع عن فلسطين، انا بدي ادافع عن فلسطين. والترويع كان ضرب الرصاص علينا على طول الخط، ضرب الرصاص كان يكون ينهال علينا. وإحنا لما تركنا باتجاهنا لمصر بالباص أهوسوا علينا، وأمي وأبوي قالوا نحذفوا على الأرض، نمنع على أرض الباص عشان ما يصيبنا رصاص وإحنا قاعدين في الباص. يعني طرق الحقيقة خلت الأباء والأمهات يحسوا مش خوف على حالهم هم، بس على هالأطفال اللي عندهم. إحنا ما كناش ناويين نترك فلسطين الحقيقة، ما كناش ناويين نترك فلسطين. والبابا كان في عنا أوضة اسمها أوضة المونة، حط فيها، خزن فيها أكياس الطحين، تنكات السمنة، تنكات الجبنة، تنكات الزيت، وأكد على إنه يكون عندنا كل الأشياء اللي ممكن تساعدنا إنه لو انحشرنا في البيت يكون عندنا أكل كافي ونقدر نمشي أمورنا. بس اللي حصل، ويمكن أنت سامعة بالقصة هاي أكيد، وقالت لك كذا مرة، قصة دير ياسين هي اللي خربت الدنيا كلها. دير ياسين هي كانت النقطة اللي أرعبت كل الأسر الفلسطينية اللي تركوا عشان يصونوا عائلاتهم ويحموهم من الاعتداء اللي ممكن كان يصير. أبوي الرصاص كان يتخو عليه من فوق راسه، يجي رصاص فوق راسه من الأطمون. وانت عارفي يعني كانوا يروعوا الفلسطينيين من جملتهم لما نسفوا أوتيل كينج ديفيد، وقلنا بنت جيران توفت في هذا الأوتيل بالقدس. طبعاً بهالفترة هاي الوالد حس إنه هو مش خايف من الموت، بس خايف إنه نتشوه، خايف إنه يصير فينا زي اللي صار بدير ياسين.
فسافرنا بالباص من القدس لمصر، وطبعا الوالد كان ناوي يرجع تاني، واللي صار انه الماما فرشت كل السراير بشراشف نظيفه عشان لما يرجع يضطر إن ما يضطرش انه يغير الشراشف من تحت لتحت. شنطه واحده اخذوا، قالوا 15 يوم واكثر، مش اكثر يعني، مش اكثر من 15 يوم. شنطه واحده حطت لكل واحده فستان، غيار، جرزي اللي هو، وعندنا ألبوم كبير، كان ألبوم كبير عاملينه، كانوا عاملينه التلاميذ بالدار الأيتام اللي قلت لك عليها للبابا، وكان حافظ فيها جميع تطوراتنا إحنا من بداية مولدنا للمرحلة اللي وصلنا فيها. إجت تحطه هالألبوم هذا بالشنطة ما دخلت، وهذه كانت بالنسبة إلها للماما أكبر حظي، إنه ما قدرتش تحفظ شيء اللي يعطينا تاريخ لوجودنا بفلسطين. وهيك صار، جمعت المجموعة هاي أكم من صورة بس مش أكتر من مرت عمي. مع الشعب الفلسطيني بسنة 48، كيف توصفي؟ مأساة، أكبر كلمة بقدر هقولها مأساة. الضعضع الشعب الفلسطيني، مأساة كبيرة الحقيقة، وما بيستاهل الشعب الفلسطيني يمرق بهالشي هذا. على جواز سفر أبوي كتبوا لا يسمح له بالعمل بأجر أو غير أجر، يعني المعاملة بمصر كانت إلنا الحقيقة مؤذية، مؤذية جدا. أستاذ من أرقى الأساتذة بفلسطين ما قدرش يعلم حتى تعليم خاص، حتى إنه يعلم تعليم خاص منعوه كليا، تخيلي. وضلتها لحد ما غصة في قلبي إنه إحنا ما ضليناش في البلاد، ما ضليناش في بلادنا. مش سهل، مش سهل. كلنا توزعنا بجميع أنحاء العالم، اللي بي قبرص واللي ببريطانيا واللي بالإمارات واللي بالسعودية واللي بلبنان واللي بكندا وأستراليا، فلسطينية توزعوا بجميع أنحاء العالم. هذه الصور هاي بالحكورة سنة 39، القدس في 21/8/39، ورا بيت أبوي بالقدس. وهاي كمان صورة. Yeah.